بارتفاع 15 طابقا وعلى مساحة تقدر ب 72 ألف متر مربع، باشرت الشركة المنفذة في إنجاز فندق الرماد الكبير على هذه المساحة المخصصة وبمشاركة 28 شاليها منتشرة على جانبيه بالاعتماد على أحدث التصاميم المتعارف عليها في بناء الفنادق العالمية، ومن المؤمل إنجازه خلال العام المقبل. متبقي فقط طابق واحد ليكتمل الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيسي. الشاليهات في المراحل النهائية للإنشاء حاليا لإنهاء الأرضيات وأعمال التبريد وأعمال الديكورات الداخلية بالنسبة للشاليهات. المشروع وصل لنسبة إنجاز متقدمة ومستمرين بأعمال المشروع، وكلنا أمل أن ينجز المشروع بالفترة المخطط لها. 78 مشروعا استثماريا وبإيرادات تصل إلى أكثر من مليار دولار، خصص جزءا منها لبناء فندق 5 نجوم شيد على أكتاف نهر الفرات، وبمشاركة اختصاصات هندسية وفنية وأيدي عاملة وصلت إلى 4000 تم استثمارها من قبل مختصين. حقيقة بحدود 78 مشروع استثماري عام الآن في المحافظة، هناك بحدود 4000 إلى 4800 فرصة عمل يومية توفرها قطاعات الاستثمار بمختلف الأقضية وبتقارير موجودة. بمجمل استثماري يقدر بحدود 1,850,000,000 دولار، وحافظة الأنبار بصورة عامة على أن يكون يدار من قبل شركة استثمارية رصينة معروفة في قطاع الفندق لضمان تشغيله كفندق 5 نجوم. بناء أكبر فندق في الرماد سيساهم في القضاء على البطالة ويعيد انتعاشها اقتصاديا وسياحيا في عموم محافظة الأنبار. من الرمادي، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.